هاي قص المالك هتلاقوا برضه موجود فيديو شات من مركز فرقان شباب. حملت دروبر يجب في ثلاث مراحل بس. مرحلة باش ما تموت هاي ما اعرف اسمها سيها، ومرحلة باركور، ومرحلة تاع البحث عن السر، وعالم كخادمين لي. شباب العالم كي خادمين اهلي، خادمين اهلي زعما قاعد في مدينة نورم الفحش. تنمي شي طوي با 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 با. الحمد لله كي صور لي في المدينة نورمال. شوف كي صور لي ممكن مد الباركور. اي الماي شوف ما رأيكم نعود المحل. يلا نعود المحل نتسلى شوية. ايش بروح العب 3 2 1 جو 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 شنو هاي مامز توين راي والله نسيت اشيو هي هاي رانجي نجري نديرو قطاوي شبعه اي حتى بقيت الثاني 16 اول اكله في اول اكله في اول مضغه في الماب اكله او لا غلط لا نوب البارك جبت ثلاث ليمونات اني نوب البارك يبلا شمرة اكتب عليكم انا مجرب الماب يشبهه يشبه الماب لديه كثير من المراحل هذه او اهل المحل قول بتاني الزر شباب بعد عن الزر شو اتوقع ان الماب مقلق نهاية لكم محل نهائية في بس ثلاث مراحل. لا ما بملك لي شنو هاي شوفوا الدايموند شنو هذا الشاست دجاجة بق دايموند إمرالد أيرون جولد شباب والله لا شنو أيرون راس زومبي راس كريبر راس ويدر بوس راس سكيلتون راس ستيف هيرو براي اي هذا كله انكسر يعطيني راس يا اقسم شوفوا شبيبه شوفوا راسي قد شوفوا راسي قد شباب شوفوا شباب دقيقه لهنا عاد بو
ينصرون بالله يا شباب وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شنو هاي مش اي 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 شنو قاعد يسوي خنزير؟ شنو قاعد تسوي؟ ما تستحيش تستحيش اذا المتسحف على المشهد اذا المتسحف على المشهد ضا قاد يا شباب يا شباب تحلق قدرت هربتك شافتني خافت خافت لنقز عليها بضربة أضربها بالريشة يطلع تشوف المقابلة بين ستيفي وستيفي ضربي شنو قاعد تسوي؟ انا قاعد بجلس في المشهد شباب صلوا انا قوي انا يا قوي انا يا الا الحسن انا المهم الى اللقاء تونا باللايك نعم الى اللقاء شباب تونا باللايك شير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد الى اللقاء دايمون دايمون شباب شوفوا بقرة راح نقتلها انا اذا لا تسالف عن المهم الى اللقاء يا شباب اذا اردت ان اوريكم عالمي نلعب فيه بالقلوبة نورمال لي لعبتها المصير وبديت لا ايش اكتبوا لي في الكومنتات باش نديرها لكم الى اللقاء